من قناة الفجيرة حياكم الله إلى هذه الوقفة الإخبارية لليوم الثلاثاء الأول من يونيو، نستهلها بالعناوين. محمد بن راشد يوجه بمساعدات إلى بنغلاديش لمكافحة وباء الكوليرا. ولي عهد الفجيرة يستقبل بطلي العالم عبد الله الشراري وجاسم المطروشي، وسموه يطلع على نجاحات أبناء الإمارات من فئة أصحاب الهمم على مستوى العالم. السلام عليكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتسيير مساعدات طبية إلى دولة بنغلاديش لمساعدة القطاع الصحي فيها ودعم جهوده الرامية إلى مكافحة وباء الكوليرا. وغادرت طائرة شحن المساعدات مطار دبي الدولي متوجهة إلى العاصمة دكة، وعلى متنها أكثر من 50 طناً مترياً من المستلزمات الطبية التي وفرتها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك مجموعات الكوليرا التي قدمتها المنظمة من مستودعاتها في المدينة العالمية للمساعدة في الحد من تفشي وباء الكوليرا في بنغلاديش. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالا هاتفيا من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون الثنائي وفرص دعمه وتنمية آفاقه على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات القضايا والملفات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، والعمل المشترك الذي يسهم في ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وتطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة المتواصلة للبلدين في مواجهة جائحة كوفيد-19 وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للحد من تداعيات الجائحة وآثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن دولة الإمارات تقوم بدور كبير ومهم في مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة على مستوى العالم، وأشار في تصريحات لصحيفة الاتحاد المحلية إلى برنامج الوصول إلى الميل الأخير الذي يستهدف القضاء على تلك الأمراض بدعم من صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال: لقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور حاسم في بناء الشراكات ودعم إقامة اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، وسموه لديه اهتمام خاص بالقضاء على تلك الأمراض كما يتضح من برنامجه الخيري والإنساني الوصول إلى الميل الأخير وتوفر المشاريع التي تغطيها هذه المبادرة للعلاج والرعاية الوقائية. وذكر المنظري أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعهد بتقديم 20 مليون دولار لدعم الأنشطة في هذا المجال، وأعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة عن تقدير المنظمة وامتنانها لمبادرات دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة التي تتسق مع الرؤية الإقليمية الصحة للجميع وبالجميع. أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أنه شخصياً سيتولى ملف التوظيف البالغ عدد طلباته 12,000، موضحاً أن الأولوية لأصحاب الحاجة الملحة. كما أمر سموه بتشكيل لجنة معالجة طلبات الوظائف لتعمل تحت إشراف سموه لدراسة الطلبات وتوفير الوظائف للمستحقين وإيجاد الحلول لغير المستحقين. وقال سموه في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر: أعلنت أن ملف التوظيف لدي أنا شخصياً لأحمي القائمين بهذا الواجب
من الانتقادات اللاذعة التي تضمنت بعض الأحيان الاعتداء بألفاظ غير لائقة، وكذلك لأنه لدي القرار الذي أستطيع من خلاله التنفيذ. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله في مكتبه بالديوان الأميري بطلي العالم عبد الله الشراري وجاسم المطروشي الفائزين في البطولة العالمية لأصحاب الهمم لمصارعة الذراعين وألعاب القوى ورفع الأثقال، واستمع سموه إلى إنجازات البطلين وهما مدربان وحكمان دوليان معتمدان في البطولات العالمية ومشاركاتهما في المسابقات الدولية والفوز بميداليات ذهبية تضاف إلى نجاحات أبناء الإمارات من فئة أصحاب الهمم وتعزز مكانة الدولة في المجال الرياضي على مستوى العالم. وأهدى البطلان الميداليات الذهبية لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي تقديراً لدعم واهتمام سموه بأصحاب الإنجازات الرياضية، وتمنى سمو ولي عهد الفجيرة لهما التوفيق في مشاركاتهما القادمة في بطولة العالم الرسمية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة سبتمبر المقبل، مؤكداً دعمه المستمر للرياضيين من فئة أصحاب الهمم. وجرى استعراض خطة إنشاء نادي الفجيرة لأصحاب الهمم الذي يهدف إلى تلبية احتياجات هذه الفئة من الناحية الرياضية والاجتماعية والنفسية، إضافة إلى توفير نشاطات متنوعة يقدمها أخصائيون ومدربون وأصحاب الاختصاص، بما يسهم في توفير الدعم الكامل لفئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال. وتقدم عبد الله الشراري وجاسم المطروشي بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته للرياضيين في إمارة الفجيرة، مؤكدين سعيهما الدائم لتمثيل الدولة في المحافل الرياضية الدولية وتحقيق مكاسب وإنجازات مشرفة. حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة. أقر المجلس التنفيذي لإمارة عجمان خلال جلسته الرابعة لعام 2021 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100% تماشياً مع سياسات الدولة ورؤاها الاستراتيجية، وذلك باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي مؤخراً برئاسة وزير الاقتصاد. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إنه في ظل التطورات المتسارعة من حولنا سنبقى في حكومة عجمان مطلعين على المشهد العالمي المتغير، قادرين على التعاطي معه لإعادة توجيه استراتيجيات الإمارة وخططها نحو المسار الصحيح الذي يخدم متطلبات اليوم ويلبي طموحات الغد. واستعرضت الجلسة مستجدات تقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي الذي يوضح أهمية توفير بيئة استثمارية تنافسية عالمية وفتح الأنشطة الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي. واطلعت الجلسة على تقرير حول التطبيق الموحد لإمارة عجمان الذي طورته دائرة عجمان الرقمية بمواصفات ومعايير استثنائية. كما اطلع المجلس على تقرير مؤشر التحول في منصات تقديم الخدمات الحكومية، حيث تجاوز المستهدف 50% خلال العام 2021. واطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الأزمات والطوارئ عن الوضع الحالي للجائحة وتنبؤات المرحلة القادمة لقطاع السياحة وبروتوكولات لتحفيز السياحة الآمنة، بالإضافة إلى مناقشة دائرة الموارد البشرية حول التوجهات المحلية خلال المرحلة القادمة بشأن القرار الاتحادي للعودة إلى نظام العمل عن بعد. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة تشهد تطوراً غير مسبوق على الصعد كافة يعكس متانتها إلى جانب أواصر الأخوة والمصير الواحد والمصالح المشتركة وتطابق رؤى قيادتي البلدين حيال مختلف القضايا. جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال جلسة مباحثات
عقدها أمس مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بمقر المجلس في الرياض، التي يقوم معاليه بزيارة لها على رأس وفد المجلس، تعد الأولى خلال الفصل التشريعي 17 الحالي. وتطرقت جلسة المباحثات إلى مسيرة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي انعكست بشكل إيجابي على العلاقات البرلمانية عبر التشاور والتعاون والتنسيق القائم بين برلماني البلدين، وجرت تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا وحشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية وتقديم اقتراحات تلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين بما يخدم القضايا العربية والإسلامية، لتغدو هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجاً للتعاون والتضامن العربي. وتناولت المباحثات دعم قيادتي البلدين للمرأة ودورها البرلماني وفي مختلف المجالات. ووقع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة أمس على مشروع اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين، وذلك ترسيخا وتتويجا لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتأكيدا على المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما. تهدف الجمعية إلى دعم أواصر الصداقة والتفاهم وتعزيز أسس التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، لا سيما في المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وتوثيق أطر العلاقات الثنائية. وتختص الجمعية بتبادل الزيارات والمعلومات البرلمانية للاستفادة المتبادلة من الخبرات المختلفة لدى الطرفين، وعقد اللقاءات البرلمانية الثنائية للتنسيق البرلماني على هامش المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وتنظيم فعاليات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن المساهمة في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية ودعمها وفقا لاتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين. وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن إنشاء جمعية الصداقة يأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة واستكمالاً لأوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في الأصعدة والمجالات كافة. نثمن كثيراً هذه الدعوة، واليوم ولله الحمد وقعنا على اتفاقية أو مذكرة تفاهم فيما يتصل بالتعاون بين مجلس الشورى السعودي والمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات. هذه تتويج لواقع نمارسه عمليا، ولكن حرص معاليه وأنا معه على أن نوثق هذا التعاون الدائم والمستمر، ولله الحمد يعني نحن اليوم نسعد بهذه النتيجة، ونتطلع كثيرا إلى أن هذا العمل المؤسسي ينتقل أيضا بعلاقاتنا بين مجلس الشورى السعودي والمجلس الوطني الاتحادي إلى آفاق أعلى، سواء فيما يتصل بالقضايا الإقليمية أو الدولية. والتنسيق ولله الحمد دائما موجود، ونعول ونحترم ونعتمد كثيرا على حكمة معالي الشيخ الدكتور عبد الله، والعمل الدولي يتطلب مثل هذه الحكمة والمعرفة. ونتأمل إن شاء الله أنه ما تم التوقيع عليه اليوم أن يأخذ بنا دائما إلى الأمام إن شاء الله. نحن فيما يتصل بعلاقاتنا الثنائية، الأمر ولله الحمد وصل إلى يعني مرتبة مميزة، لكننا الآن نحن ننتقل ليس فقط من علاقاتنا الثنائية ضمن منطقة
الخليج، لكن احنا اهتمامنا هنا أكثر فيما يتصل بتنسيق مواقفنا في القضايا الإقليمية والدولية، وهذه التي نعول عليها كثيرا، لأننا ننطلق من نفس المنطلقات ونشترك في نفس التحديات والهموم. ولهذا مثل هذا التنسيق يسمح لنا بدور أكبر في القضايا وفي الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من المنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يحتاج عناية أكثر مننا. أما فيما يتصل بقضايانا الثنائية فلله الحمد هي وصلت إلى أعلى المراتب والمستويات وستبقى كذلك إن شاء الله. تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، دشن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة 12 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021. ودون سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عبر تويتر: المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات برعاية أم الإمارات وتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني فرصة متجددة يتنافس من خلالها الشباب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. نتمنى لهم جميعا التوفيق في خدمة الوطن، مثمنين هذه البادرات المهمة على طريق التعافي التام من آثار كوفيد-19. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء أمس حمد بن سهيل الخيالي، وذلك بمنزل الأسرة في منطقة زاخر في مدينة العين. ورحب الخيالي بزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان معربا عن بالغ سعادته وتقديره وأفراد أسرته لهذه الزيارة. وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع بين القيادة وأبناء الوطن، وتؤكد الحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة في أبو ظبي وفدا من طلبة كلية الدفاع الوطني. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالطلبة وحثهم على الاجتهاد في دراستهم بالكلية التي تعد أحد أهم الصروح الأكاديمية المتميزة في الدولة والمنطقة. وأعرب سموه عن تمنياته للطلبة بالتوفيق والتميز في رحلتهم العلمية خلال دراستهم، مؤكدا على دورهم المهم في مسيرة تعزيز مكتسبات الوطن وصون إنجازاته وتحقيق التميز والريادة لدولة الإمارات في المجالات كافة. افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مساء أمس أعمال النسخة 9 من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات جايسك 2021، الفعالية الأكثر أهمية في قطاع الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة أهم التطورات العالمية في مجال الأمن السيبراني واستكشاف الجيل التالي من أحدث الحلول لمكافحة الجرائم السيبرانية الآخذة في الزيادة في جميع أنحاء العالم. وحرص سموه خلال الجولة التي شملت عدداً من الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة في المعرض الذي يستضيف مشاركات من أكثر من 30 دولة حول العالم، حرص على التعرف على أحدث الحلول والتقنيات التي تطرحها جملة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال الحيوي. وشملت جولة سموه التوقف عند منصة مركز دبي للأمن الإلكتروني، حيث استمع إلى شرح حول جهود المركز وأهم مبادراته. كما شهد سموه إطلاق النظام الإلكتروني تيرس المتخصص في الكشف عن الثغرات الأمنية في المواقع الإلكترونية، والذي طوره المركز في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.
كما حرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على التوقف في أجنحة عدد من الدول الأجنبية المشاركة، وكذلك عدة منصات كبرى الشركات العالمية التي تضم أكثر من 150 من أبرز العلامات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، سنغافورة، فرنسا، ألمانيا وروسيا. واستمع سموه من القائمين على الشركات العالمية المشاركة إلى شرح حول أحدث التقنيات والبرمجيات والحلول التي تطرحها، بما يؤكد الجاهزية الكاملة للتصدي للجرائم الرقمية والشبكية التي تشكل تهديداً متنامياً للأعمال والمجتمعات، لا سيما في الوقت الذي يسارع فيه العالم الخطى للتحول نحو البيئة الذكية بالكامل. استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي في قصره سعادة ماسيمو باجي سفير سويسرا لدى الدولة وعددا من رؤساء الطوائف الدينية. وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسويسرا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما. وناقش الجانبان مشاركة سويسرا في معرض إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى مساهمة الديانات المختلفة في هذا الحدث الدولي الهام من أجل تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك ومبدأ الوحدة في التنوع، استناداً إلى مبادئ الأخوة الإنسانية. في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف افتراضياً في إطار الجلسة الخاصة 30 لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفي إسرائيل، أكد دعم دولة الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب عن ارتياح دولة الإمارات للبيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 من مايو المنصرم الداعم لوقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفان نزاع، مشدداً على ضرورة تقديم مساعدات طارئة للمتضررين والاستجابة لنداء أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة العمل على نطاق أوسع مع الأمم المتحدة لتطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم لإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام التي تدعم الشعب الفلسطيني وتقوي مؤسساته. وطالب سعادة الجرمن في ختام البيان بمواصلة العمل الدبلوماسي لحث طرفي النزاع على البدء في مسار تفاوضي جدي لبناء الثقة اللازمة بما يضمن الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة. نظمت وزارة الاقتصاد أمس إحاطة إعلامية حول جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وانتشار أسلحة الدمار الشامل وأهم الالتزامات الدولية والقوانين والقرارات المرتبطة بها. كما تناولت الإحاطة جهود الوزارة في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الرقابة والتفتيش وضمان تنفيذ المتطلبات القانونية وتحقيق الالتزامات الدولية للدولة في هذا الصدد. مبادرتنا بهذه الحملة توصيل المعلومة والتأكد من أن الشركات أو القطاعات المستهدفة وهي تقريباً 4 قطاعات تفهم وتعي الإجراءات المطلوبة منها لتجنب المخالفات اللي ممكن تنفرض عليها بسبب عدم المعرفة وعدم تطبيق هذه الإجراءات. نعم، حددتها اللائحة التنفيذية اللي هي قرار مجلس الوزراء رقم 10 ل 2019. الإجراءات هذه تتلخص ب يعني هي كثيرة، بس الأهم أن تعيين ضابط
امتثال. ضابط الامتثال هو بيكون مطلوب منه انه يكون فاهم هذه الاجراءات ويطبقها داخليا في المؤسسة، وايضا يعمل على تدريب الموظفين على هذه الاجراءات. الاجراء الاخر هو العمل العناية الواجبة للعملاء. ما معنى عناية واجبة؟ يعني يعرف معلومات اكثر عن المتعامل، يصنف اخطاره، هل هو عالي الخطورة ولا متوسط او متدني، حسب مثلا البلد اللي ينتمي له هذا المتعامل، حسب إذا كان هو منكشف سياسياً. معنى منكشف سياسياً له علاقة أو منصب سياسي خارجي، هو صاحب ثروات عالية، ما هي مصدر الثروات. هذه تسمى إجراءات العناية الواجبة. أيضاً عليهم أنهم يبلغون عن المعاملات المشبوهة. طبعاً الآن عندك ضابط، الضابط عمل إجراءات العناية الواجبة ومن ثم اكتشف أشياء مشبوهة، فمن خلال المنصات أو منصة وحدة المعلومات المالية اللي يسمونها جويمل يبلغ عن هذه المعاملات. من هو المستفيد الحقيقي؟ هو كل شخص يسيطر أو كل يسيطر على الشركة ويسيطر على قراراتها بنسبة لا تقل عن 25%. في حالة عدم تمكن المنشأة من تحديد اسم المستفيد الحقيقي، يكون المسؤول الإدارة العليا هو الشخص المستفيد الحقيقي. أهمية تحديد المستفيد الحقيقي هو تحقيق مبدأ الشفافية لتعزيز قدرة الدولة وقدرة اقتصادها وفقا للمتطلبات الدولية، وهذا يساعد على أن يكون اقتصادنا شفاف ومتين، وهذا يؤدي كذلك إلى جذب الاستثمارات إليها. كافة المنشآت ملزمة بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي وتوفير لسلطات الترخيص. صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 53 لسنة 2021 بتوقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت الغير ملتزمة، والقرار هذا راح يتم توقيع الجزاءات اعتبارا من 1/7/2021. خلال شهر 6 بالتعاون مع مسجلين الشركات جهات الترخيص في الدولة، سيتم التفتيش على 425 منشأة من ذوي المخاطر العالية بالتعاون مع 100 مفتش من مسجلين الشركات. وهذه العمليات الميدانية ستكون للتأكد أن هناك الإجراءات موضوعة داخل هذه المنشآت، وسيتم تصنيف مخاطر المنشآت داخليا. يعني كيف يعني هل الضوابط والإجراءات التي تم وضعها في المنشأة ساعد في التقليل من مخاطر هذه المنشأة أو لا؟ بعدين على حسب هذا التقييم سيتم رسم خطة إشرافية لهذه المنشأة على المدى البعيد. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفير لقاح فايزر بايونتك للفئة العمرية من 12 حتى 15 سنة فما فوق، كما دعت الوزارة الذين أكملوا 6 أشهر بعد تلقيهم لقاح سينوفارم إلى أخذ الجرعة الداعمة، مع التأكيد على أن الأولوية لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة. وفيما يخص التحديثات المتعلقة بجرعات لقاح كوفيد-19، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 59,131 جرعة من لقاح كوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى 31 من مايو 12,870,553 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح بلغ 130.13 جرعة لكل 100 شخص. أعلنت هيئة الصحة بدبي إطلاق خدمة حجز مواعيد تلقي جرعة لقاح كوفيد-19 من خلال تطبيق واتساب، إلى جانب تطبيق DHI المخصص للهواتف الذكية ورقم هاتف المساعدة المخصص لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، حتى يتمكنوا من حجز موعدهم لتلقي اللقاح. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن إجراء 215,689 فحصاً جديداً خلال الساعات 24 الماضية، مما ساهم في الكشف عن 1968 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 572,804 حالات. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1954 حالة جديدة لمصابين
المصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 552479 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1684 حالة. اختتمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية أول مبادرة تعاون ثنائي في قطاع الرقابة النووية. يأتي هذا التعاون ضمن إطار الاتفاق المبرم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية عام 2019 للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ونظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية سلسلة من ورش العمل استمرت لمدة شهر، حيث تم تشكيل 10 مجموعات عمل من أجل تبادل المعلومات ونقل المعرفة. وتناولت ورش العمل مواضيع متعددة كالسلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ وغيرها من المواضيع الأخرى. نستكمل وإياكم نشرة من الإمارات لكن بعد الفاصل. تقرير التحول الرقمي يرصد أهم الإنجازات والموقع الريادي للدولة في مختلف المؤشرات عالمياً وعربياً. حياكم الله مجدداً. أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تقرير التحول الرقمي في الإمارات 2020 الذي يسلط الضوء على أبرز الإنجازات والريادة العالمية التي حققتها الدولة في مجال التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، والمؤشرات العالمية والعربية التي تصدرت فيها دولة الإمارات في مجالات عدة مرتبطة بالتحول الرقمي كالحكومة الذكية والاتصالات والصحة والتعليم والحلول الرقمية بصفة عامة. وتطرق التقرير بالأرقام والمعلومات إلى إنجازات مختلف القطاعات مع الارتباط بالتحول الرقمي في الدولة. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في مبادرة سفراؤنا الوطني استعداد التي تستهدف طلبة ومعلمي الحلقة الثالثة من مختلف مدارس الدولة من خلال تنظيم برنامج صيفي بطريقة افتراضية. وأكدت أن باب التسجيل سيستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق في 6 يونيو الجاري، إذ أن المبادرة مجانية للمتقدمين وأن البرامج التي ستقدم تتم بالتعاون مع جامعات ومؤسسات رائدة في الدولة تهدف من خلالها إلى تعزيز قدرات الطلبة وإثرائها وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من النجاح في مختلف المجالات التي تتطلب مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال والقيادة والدبلوماسية. اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خارطة طريق طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي بحلول عام 2050 لتكون للهيئة الريادة كونها الجهة الحكومية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضع خارطة طريق متكاملة تستهدف المواصلات العامة والبنية التحتية التابعة لها. وتتألف خارطة الطريق التي تم قياسها بأفضل المواصلات
الممارسات العالمية في نيويورك والدنمارك والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان من 3 ركائز استراتيجية رئيسية هي التنقل الأخضر، البنية التحتية والاقتصاد الدائري، ويتوقع أن تخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يقدر بنحو 8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وتوفير حوالي 3 مليارات درهم بحلول العام 2050. تبدأ اليوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل محطتي مجمع دبي للاستثمار وإكسبو 2020 على مسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة الراشدية على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، وذلك بعد مرور 6 أشهر على تشغيل المسار الذي انطلقت أولى رحلاته في الأول من يناير من العام الجاري. ويأتي افتتاح المحطتين على مسار 2020 تزامناً مع بدء العد التنازلي لاستضافة دبي معرض إكسبو 2020 دبي، وستكون خدمة المترو إلى محطة إكسبو 2020 متاحة للمخولين بدخول موقع الحدث الدولي فقط لحين افتتاحه الرسمي أمام الجمهور في الأول من أكتوبر المقبل، إذ سيكون بمقدور الجميع استخدام خدمة المترو للوصول إلى المعرض، كما سيكون تشغيل محطات عقارات جميرة للغولف تزامناً مع انطلاق المعرض. أعلنت بيئة عن تطوير أول مشروع في المنطقة لتحويل النفايات إلى هيدروجين بالشراكة مع شركة تشينوك ساينسز البريطانية، وسيشمل المشروع محطة توليد وأخرى لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر، وباتباع نهج مبتكر يتمثل في تمركز محطة تحويل النفايات إلى هيدروجين بجوار محطة التعبئة بالوقود. سيسهم هذا المشروع في تقليل الكلفة المرتفعة لنقل الهيدروجين، ستعتمد محطة الوقود على الهيدروجين الأخضر المتولد من محطة تحويل النفايات إلى الهيدروجين من النفايات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير ومخلفات الأخشاب. هذا ومن المتوقع أن يستخدم وقود الهيدروجين الأخضر المستخرج لتشغيل المركبات، ما يقلل الانبعاثات الكربونية ويحمي البيئة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت سابقاً عن هدفها بالتحول إلى منتج رئيسي للهيدروجين وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 24% بحلول العام 2030، وتشمل هذه الخطط الاستثمار في الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه بالطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، إضافة إلى استخدام تقنيات التقاط الكربون لإنتاج ما يعرف بالهيدروجين الأزرق. تعتبر رياضة التجديف أو الكاياك من الرياضات البدنية الممتعة التي يمكن ممارستها بشكل فردي أو جماعي من قبل الرجال والنساء المحترفين والهواة، ولا تحتاج إلى قوة جسدية فقط، إنما إلى تعاون بين الأفراد الذين يمارسونها. يعد شاطئ القرم أو المنجروف بأم القوين أحد المناطق الجاذبة لرياضة التجديف، خاصة التجديف بالكاياك، حيث تنتشر فيه غابات المنجروف على مساحات شاسعة، ما يجعله من الوجهات المفضلة لعشاق هذه الرياضة في ربوع الطبيعة. طبعا اليوم بنتكلم شوي عن الكاياك اللي موجود داخل المانغروف ام القيوين مع فريق الكايت بيتش، هم اللي ننظم الرحلات احنا البيئيه المائيه. طبعا هنا نحن دائما نطلع ان نشوف الفلامينغو والاشياء البحريه. المانغروف طبعا دائما هي شجره بيئية جميلة، تعطي أكسجين للطبيعة، محمية أسماك، هي كل شيء. نحاول نحافظ عليها، نحاول ندعم الشباب النيون يشوفون رحلاتنا البيئية اللي موجودة في داخل أم القيوين. فريق الكايت بيتش متواجد هنا في مانغروف أم القيوين، نقدر نوفر لكم الكياك، ودائما نحن ندعم هذه الرياضة لأنها تشمل الكبير والصغير، يقدرون الشباب والكبار في السن يستمتعون بين المانغروف
يعمل بادل ويستانس والجو جميل، المنغروف جميل جدا، يعني شعور صراحة لازم الواحد يجرب ويشوف شو الأجواء هذه. إذن إلى هواة رياضة التجديف أو الكاياك، الوجهة هي شاطئ المنغروف أو القرم في إمارة أم القوين. هذا كان كل ما لدينا لليوم، في أمان الله.